او هوصل ان انا اكسب، لان ربنا دايما ما بيديش غير لكل مجتهد. الناس تقول لك ايه اصل الاهلي ده محظوظ، انا عمري ما قلت غير ان الاهلي فعلا محظوظ، فعلا الاهلي محظوظ. بس محظوظ ليه؟ محظوظ لانه مجتهدين، كل الناس اللي في النادي الاهلي بتجتهد، من اول رئيس مجلس الاداره لغايه اصغر عامل في النادي الاهلي، كل الناس بتجتهد، لان الحظ ده ما بيجيش غير الا للمجتهدين. اللي يقول لك اصل النادي، قول له النادي الاهلي محظوظ، ايه المشكله؟ النادي الاهلي محظوظ، فعلا النادي الاهلي محظوظ، وفعلا النادي الاهلي بيجيب اجوان في الدقائق الاخيره. عارفين ليه؟ عشان ربنا عارف ان الفريق ده اي اسم بقى واي لعيبه او اي 11 بيبقوا موجودين بيبقوا موتين نفسهم طوال ال 90 دقيقه، عشان كده بيفرحهم في اخر دقيقه. هو ده الحظ اللي الناس بتتكلم عنه، هو ده الاجتهاد اللي الناس بتتكلم عنه. هو اللي امام حضراتكم دي حاجه من الحاجات. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما اللي يقول لكم ان الاهلي محظوظ قولوا له محظوظ، بس محظوظ ليه؟ محظوظ عشان مجتهدين، من اول اكبر رئيس مجلس الاداره لغايه اصغر عامل في النادي الاهلي، كل الناس بتجتهد. عمال غرفه الملابس، اللاعبين، المدلكين، الدكاتره، الاطباء، كل الناس اللي موجودين بتجتهد وبتجتهد، كل واحد بيجتهد في شغله، عشان كده ربنا بيديك رزقك في الاخر. تجتهد في شغلك وتجتهد في عملك، ربنا هيديك. هو ده اللي احنا اتعودنا عليه، هو النادي الاهلي كده يا جماعه، هو النادي الاهلي كده. بكره كده، بكره ممكن تفضل النتيجه 0-0 لغايه الدقيقه 90. انا متاكد بكره ان شاء الله ان ال 11 لعيب اللي هيبقوا موجودين والثلاث تغييرات اللي هتلعب هيموتوا نفسهم جوه الملعب، عشان كده ربنا هيديهم بكره. خلال الفتره اللي فاتت الانتقالات الشتويه اللي فاتت اجتهد فيها جدا مجلس اداره النادي الاهلي، وصلنا ان احنا خدنا 27 بونت ورا بعض او 27 نقطه ورا بعض في الدوري العام المصري. وصلنا ان احنا لو كسبنا مباراه بكره هنتصدر هذه المجموعه، على الرغم من ان كان هناك بعض السلبيات في المباراه الخارجيه الكل اجمع عليها. هناك ارتفاع في المستوى في المباراه السابقه، والجون اللي دخل يعني حظ، ولكن من الواضح جدا ان النادي الاهلي مستواه ارتفع في الفتره اللي فاتت، على الاقل في المباراه الخارجيه. في مباراه سيمبا ما رحناش للجون، في الخارجيه اللي كانت بره مصر، في مباراه فيتا احنا رحنا للجون كم مره، وكنا نقدر نجيب جون كم مره. مش هو ده النادي الاهلي؟ ايوه مش هو ده النادي الاهلي خارج ملعبه، ولكن افضل من الفتره السابقه، وده دايما اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم فيه. فاللي يقول لك النادي الاهلي ده اقول له محظوظ، هو محظوظ فعلا، بس محظوظ ليه؟ هو ده الكلام، المنطق اللي احنا دايما بنتكلم بيه، ان احنا مجتهدين عشان كده احنا محظوظين، ان احنا بنموت نفسنا في الملعب وخارج الملعب عشان كده احنا بنكسب في الملعب. الجمهور بيشجع من الدقيقه 1 لغايه الدقيقه 95 او اكتر او اقل. فهو ده النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده الجمهور اللي عايز يفضل ولا فريقه. يعني هل انت متخيل بكره الجمهور اللي موجود في النادي الاهلي، اللي موجود في مباراه النادي الاهلي بكره وشبيبه الثوره، مش هيموت نفسه في تشجيع؟ هل حضراتكم متخيلين الناس اللي بتقعد تتكلم حوالين النادي الاهلي دول، متخيلين ان جمهور النادي الاهلي بكره لا قدر الله دخل، بص انا بوصل معاكم لاقصى حاجه، دخل فينا جون، الجمهور ده مش هيشجع الفريق؟ هيشجع الفريق، وهيبقوا متاكدين تماما ان هم بيبذلوا اقصى مجهود، عشان كده هيفضلوا يشجعوهم لغايه اخر دقيقه. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده جمهور النادي الاهلي، مش هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده جمهور النادي الاهلي، هي دي حقيقه جمهور النادي الاهلي، ان هو دائما ما يقف خلف فريقه. فعشان كده مش عايز حضراتكم تتاثروا بالكلام اللي بيتقال ده، لما انا شخصيا، انا والله بجد لما حد يجي يقول لي اصل الاهلاويه دول انتوا محظوظين يا اخي، اقول له احنا فعلا محظوظين، فعلا بنبقى محظوظين دايما، بس ربنا ولكل مجتهد النصيب، ولكل مجتهد النصيب، دايما ربنا هيدي لك نصيبك على قد اجتهادك في الملعب، انا بتكلم على كره القدم طبعا. فخدوا بالكم من الكلام اللي بيحصل هذه الايام، خدوا بالكم من الحملات اللي بتتعمل على الحكام واللي خارجه للاسف الشديد من داخل مصر، علشان الناس معرفش عايزه ايه، يعني الناس اللي بتعمل كده عايزه ايه؟ احنا ما عندناش مشكله بالمناسبه، ما عندناش اي مشكله، وبكره ال 11 لاعب اللي موجودين هيموتوا نفسهم، وده انا متاكد منه، وهفضل اكرره النهارده في احنا قاعدين مع حضراتكم من دلوقتي لغايه الساعه 1. عندنا فقرات كثيره جدا، منها فنيه ومنها رقميه ومنها سوشيال ميديا ومنها صحافه ومنها تحكيم، عندنا خمس ست فقرات هنتكلم عن كل شيء.
عشان كده بقول لحضراتكم انتوا الجزء الرئيسي والجزء الاهم في اسم النادي الاهلي، جمهور هو الجزء الاهم في اسم النادي الاهلي، فعشان كده عايزينكم دايما تبقوا في ظهر النادي الاهلي، وبنقول لكم ايه اللي بيتقال علشان انا عارف ان انتوا بتردوا احسن مني مليون مره ومتاكد من ده، بس انا دايما لما باجي اتكلم بحب اتكلم في الامور المثاره، الامور اللي الناس بتتكلم فيها. الاهلاويه لما يجي يكلمني يقول لي احنا زعلانين من اللي بيحصل، ما تزعلوش ما تزعلوش، الامر ابسط مما تتخيله. في 11 راجل بكره هيبقوا في الملعب، وراهم من 15 ل 20 الف متفرج، 15 الف الساعه الرئيسيه او اللي تم الاتفاق عليها مع الامن، دول دعوات او تذاكر، وفي خمس او اقل شويه في تذاكر او دعوات تم الاتفاق عليها مع الامن. بكره ال 15 20 الف هيبقوا موجودين بكانهم 200 الف موجودين في الملعب. بكره ان شاء الله وهتشوفوا روح الفانيلا الحمراء في الملعب وفي المدرجات.